ورحمة الله وبركاته متابعينا في القناة. احنا النهاردة طبعا زي ما قلنا راعي الغنم دي مهنة الأنبياء عليهم السلام، وطبعا فيها بركة سبحان الله، يعني فيها خير كتير وفيها بركة. أنا عن نفسي بعشق الغنم وتربية الغنم، فدول طبعا ناس عشرة من سنين معاهم أكتر من 12 سنة بعالجهم وبروح بيتهم وولادهم ودنيتهم كلها. يعني واحد بيقول في دكتور أول مرة أشوف دكتور بيطري بيحاور الناس والفلاحين، لا ده احنا عايشين وسطيهم أصلا. والدكتور البيطري اللي ما يبلوش الرجالة في المكان ولا ليه حد، أنا ببقى ماشي في الشارع في البلد والعيال الصغيرة اللي لسه طالعة ديت يا دكتور مجدي يا دكتور مجدي، فالناس كلها هنا عارفانا والناس كلها هنا عشرة وفي محبة وفي ترابط بعيد عن الشغل وبعيد عن الزبائن وبعيد عن أي حاجة. فاحنا معانا هنا الحاج عبد السلام من عزبة الحداد وخالد أبو نصر الدين برضه من منشية الحداد، ناس عشرة دي لهم سنين هنعرف منهم طبعا، اديلهم فترة شغالين في تربية الأغنام وهم أكتر ناس هيفيدونا بقى هل فعلا تربية الأغنام دي فيها بركة ولا ما فيهاش بركة زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنعرف منهم اديلهم كم سنة شغالين، بيوكلوا ايه، ماشيين ازاي، بيرب، هل بيسمن، هل بيبيع اول باول عشان يصرف على البيت وعلى الغنم ولا ايه الحكايه؟ اهلا وسهلا خالد. اهلا بك يا دكتور. تمام والله دكتور، اخبارك ايه؟ اسمي كامل كده خالد نصر الدين محمد علي تون. اهلا وسهلا خالد. اهلا وسهلا بك. ايه اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. ادي كم سنه شغال في الموضوع ده؟ ادي فتره جامده قوي، كنت عدي 15 سنه. خلاص بقت هوايه عندك؟ لا ده هوايه، ده ادمان. ادمان ادمان الغنم دي ان شاء الله. بتولد انت؟ انا سمعت انك انت بتولد بنفسك الغنم. بولد الغنم الحمد لله. يعني بتعرف تولد الله وحده؟ ايوه الحمد لله. نولد حصل حاله كده وظروف كده مش عارف تتصل بدكتور غلبانه، بس القيصريه بس نعملها، القيصريه بس ما شاء الله، ونعالج الغنم برضه، وبرضه علاج تشتغل علاج. انا عالج غنم. تمام. اللي بالنسبه للغنم النتاج اللي بيطلع انت بتربيه بتوصل لمرحله التسمين ولا انت بتبيعه والبول ولا ايه؟ لا والله دكتور، هي زي ما تقول ما عم تمشي مصاريف، نخلي عزب مثلا، نربي عزب بتاع بس كده. يعني ممكن اللي هي تلاقيها عزبه حلوه ورايق كده تربيها، تخليها انت للبيت تبع الغنم، والباقي مثلا تبيع تصرف على الغنم وعلى البيت، وعلى البيت وتوكل نفس الغنم وتمشي الدنيا ماشي الحمد لله. يا عم عبد السلام. عبد السلام ابو غنيمه مسعود ابو بلاش، احسن ناس. الله يبارك فيك. الله يبارك طبعا ابو مصطفى ده 10 سنين معايا من زمان، جاوا مع بعضينا. تسلم يا دكتور. فناس من احسن ناس يعني في عزبة الحداد. الله يبارك فيك يا دكتور. تسلم. ده الغنم معي والله الحمد لله رب العالمين. يعني برضه بتحب ادمان؟ ده ادمان طبعا، ده هي ولفه ادمان. ايوه بتعشق تربيه الغنم طبعا. اكيد هي سهله، عشان سهله لاني عشق الانبياء والمرسلين. هي ميت الانبياء عشان كده فيها بركه ما شاء الله. فيها بركه ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. يعني يسد على مصاريف البيت والحمد لله رب العالمين ما شاء الله. ايوه. كم سنه كده شغال فيها؟ ده وانا اتولدت ابويا كان مربيها ما شاء الله. اتولدت لقيت ابويا مربيها الغنم. برضه بتربي من وراهم ولا بتبيع؟ لا يعني بنبيع ونربي وهتمشي على حسب الحاله. يعني سهل الواحد يبيع رميس يصرف منه، لكن لو عنده بقره ولا بتاع لا ما يقدرش طب تقيل. لكن عشان كده الغنم ما شاء الله بتبقى فيها بركه. اكيد لا هي فيها تعب لكن فيها بركه وفيها بركة. في حاجه ولد التوام عندك؟ فيها كتير والتوائم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. دايما بيبقى ذكر وانتهى ولا دايما ده مش شرط، بس غالبا يبقى ذكر وانتهى. ومرات يبقى ذكرين بس. غالبا يبقى ذكر وانتهى. بتاكلهم ايه؟ بناكلهم طبعا، كان موسم ربيع بياكلوا ربيع، وكان موسم زي كده بياكلوا بصل وبتاع، وكان موسم رعايه بياكلوا. انتوا ده مرعى شارينه مع بعض؟ ده شارينه مع بعض. ده بتحس بالراس طبعا؟ بنحس بالراس. ايوه يعني فدان خدناه مثلا ب 5000، احنا عندنا 100 ناجل بنناجل على 50 كده. ايوه على حسب الراس. بالراس والمصاريف برضه على الراس، على الغنم على الكل. كله على الكل وماشي الامور الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ما بتقلبش تاني بالليل خلاص؟ النهار كله يرعوا خلاص؟ لا يرعوا كده تمام 100% خلاص. ما تاكلش حاجه؟ لا ما اكلوش اي حاجه خالص. بيتين بره مش عم نروح. يبقى انتوا بتقعدوا بيهم بره الغنم؟ هذا احنا من يوم 1/6 ما روحناش ما شاء الله. دنا فوق 3 اشهر بات هنا وقاعدين هنا. طب يا عم عبد السلام، لو واحد شاب مثلا معاه 100,000 ايوه ونفسه يعمل مشروع غنم وخايف، يعني انا كذا ناس كتيره بترن عليا دكتور نفسي اخش في مشروع الغنم بس خايف. انا بقول له هات خرفان عمره مثلا 6 شهور وابدا سمن فيها، تقعد عندك 3-4 شهور 5 هتجيب لك، هتتقل في الوزن وتجيب معاك ربح. والله ان كان عنده هو وسع يبقى الغنم الكبيره افضل ويقدر يطلعها يصرحها، لكن ما كانش عنده وسع الجنايه العشار يعني قصدك العشاره. ايوه الغنم الكبيره العشار اللي عنده وسع يقدر يرعاها.
طيب. ما عندوش وسع يبقى يقنع خرفان تسمين. يجيب عمره قد ايه في وجهه نظرك؟ عمره 4 شهور كده. يكون طلع من الموضوع، طلع الموضوع القلب الصوفه كده، ابتدى يقلب الصوفه يسمن. يقعد عنده كم شهر؟ طيب يقعد عنده 4 على حسب الاكل بتاعه. الناس قالت له حسب الكرامه، على حسب الكرامه بتاعته ممكن 4 شهور وممكن 6، ممكن 4 ممكن 6 ممكن 5 على حسب الكرامه بتاعته. طب يوكلهم شام اصفر ولا يوكلهم ايه لو حد؟ لا يوكلهم اكل عادي ويديهم علفه في الليل شام اصفر بس، شام اصفر وبرسيم النار كله لو فيه، برسيم النار كله لو فيه ماشي، ما فيش اي اكل تاني ماشي، بس اهم حاجه علفه الليل شام اصفر. يمشي على شام الشام سليم كده مش بس شام سليم، لو هو كبير شام سليم، اه لو هو صغيرين خالص شام ما تشوش. انا شفت واحد مطلع خرفان تسمين على العيش، اللي بيلم العيش من الجماعه اللي بيلموا العيش ديت والشام الاصفر. اه العيش حلو قوي برضه، الرمسان برضه مع الغل ما تطرش منه عشان وكمات. لا هي مسام متولع في الغنم خلاص، مجرد متولع فعليه يخلط على الشام الاصفر والرده، الشام الاصفر والرده وعلفه، ده كله حلو الغنم برضه التسمين. يعني ممكن يربح معاه ان شاء الله. ايوه يربح، مفيش حاجه متخسر. كل واحد يقول لك انا الذره غليت والرده غليت يا دكتور ومش عارف ايه. لا لا والله يا دكتور بص على النبي، هي كل حاجه غليت والغنم غليت برضه. تمام والغنم برضه غليت مش رخيصه برضه. يعني الناجه النهارده في الناجه النظيفه ب 5000 وتعادل 5000. انا رحت السوق واحد اقسم لي ان باع ناجه ب 10. ايوه ده انا امبارح في السوق بتاع الثلاث كلام مغزى كان في عنزه ب 12000. بسم الله ما شاء والله العظيم ورا جدي شامي ولا ايه؟ عنزه شاميه ب 12000. ب 12000 ورا جدي وربيع بيور. ما شاء الله ب 12000 جنيه. السوق متحرك يعني؟ لا السوق حلو الحمد لله تمام والله فضل ونعم عند رب. تمام. ده خير كتير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. خدت برسله من الغنم؟ دخلت 10 مرات البرسيل يا دكتور. ربنا يعافيك، عم عبد السلام. لا الحمد لله ما خدناش برسيل الحمد لله. هو طبعا الغنم دي في مرض البرسيل ده مرض معدي بين الانسان والحيوان ودايما موجود في الـ في الـ في الغنم، فطبعا هم بطبيعتهم لما بتيجي حاله ولاده بيضطر يتدخل، لان عبال ما يجيب دكتور بتاع الحيوان يكون تعب، فبيضطر يتدخل بايده بيتدخل كده من غير جوانته ولا حاجه، فللاسف بيتصاب بمرض البرسيل، لان مرض البرسيل حتى لو ايدك مش مجروحه بيدخل حتى عن طريق حدقه العين. فخالد ده من الحاجات الطريفة ان هو فعلا خد مرض البرسيلا وقال يا دكتور مش هربي غنم تاني، وما كملش بعد ما صاحب شهرين ثلاثة بس لقيته جاب الغنم بعينه وربى تاني، لان ايه خلاص بقت حاجة، بقت ولفة وادمان، ادمان عنده ده ادمان خلاص، الواحد ولف خلاص يعني يشوف الغنم دي يعني اكلها كأنه بياكل هو. ربنا يبارك. اه والله العظيم لا بياكل الغنم كأنه بياكل، ياكل هو ويأكل اولاده، هو بيحبها وخلاص. اه بيحب الغنم دي، ادمان الغنم. الله يبارك يا حبيبي. الله يبارك فيك. الحمد لله. السلام عليكم. حجر